مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. تعويم العملة. تعويم العملة هو أحد الآليات التي تستخدمها الدول لجعل سعر صرف العملة محرراً بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده مباشرة، وإنما يتم إفرازه تلقائياً في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر الصرف. في العراق كان هدف البنك المركزي من تخفيض سعر العملة المحلية في شهر كانون الأول الماضي بنسبة 24% هو إدارة أفضل للمدفوعات وللأزمة الاقتصادية في البلاد، وأدى قرار تخفيض قيمة الدينار مع نهاية عام 2020 إلى إثارة بعض المخاوف الرامية من أن هذا التراجع في القيمة ما هو إلا تمهيد لتعويم العملة المحلية بالكامل. مكن هذا التخفيض حكومة الكاظمي من تجاوز أزمة كبيرة كان يمكن أن يتعرض لها العراق، إذ استطاعت توفير الرواتب وتسيير أمور الدولة وتحجيم الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك بعدما أصبح الدينار يحقق هامشاً اقتصادياً ضعيفاً للمهربين. ويرى اقتصاديون أن سياسة التعويم ليست مفيدة لاقتصاد العراق الريعي المعتمد على إيرادات النفط بشكل شبه كامل، وإن التعويم الكامل ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلكين من الفئات المتوسطة والفقيرة، ولذا تتطلب سياسات التعويم تنويع الاقتصاد لخلق توازن في العرض والطلب، إلا أن هذا يعد صعباً في حالة العراق، وذلك نظرا لوجود لاعب واحد فقط في هذه المعادلة وهو البنك المركزي. إن تخفيض قيمة الدينار مؤخرا أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم ليصل إلى 4% بسبب انعكاس فروقات أسعار الصرف وتكاليف الواردات على المستهلك، وارتفع معدل التضخم السنوي في نهاية العام الماضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي متأثرا بتغيير سعر الصرف، وعانى الاقتصاد العراقي من انكماش بلغ 11% في العام 2020. إن عاملي انخفاض الأسعار وانتشار وباء كورونا إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد أديا إلى تضخم عجز الميزانية العراقية إلى 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وانخفاض حاد في احتياطاته الرسمية، كما وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10% خلال العام الجاري، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي الجائحة.